عليكم والله. حضر نحضر ولا بلاش؟ بما دخلوا الناس سي أسامة. مرحبا بخير يا أستاذ. راك منور تبارك الله ما شاء الله، النور في وجهك. الناس اش كيديروا؟ هما داخلين. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا البث المباشر ما بين مدينه الدار البيضاء وبالضبط هنا في منطقه البردوسي. يعني كما كتبوا معنا مشاهدينا، معنا سي اسامه اللي هو الشاب اللي بغى يدخل على الخط على ظاهره اللي كانت ديال الترمديه في رمضان، وداك الشيء اللي كيوقع ايضا في الاسواق الشعبيه كيقول انه ما عجبوش، لان الناس كتخاصم كتضارب على اقل الاسباب. وهذا الشيء هذا اي هادشي هذا اللي كيفسد الصيام ياك اخويا انور. نعم واخا تفضل اخويا اسامه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، رمضان كريم، الله يدخلنا بالصحه والسلامه والله يتقبل منا القيام والصيام والحمد لله رب العالمين. وكيف ما معلوم والمعلومه راه مفهومه، حنا رانا الشعبيين، ومني كتسبحان الله العظيم كتدخل شي سوق شعبي كتبغي توقف سيرتو مع ديك الوقيته ديال الربعه، ديال الربعه ديال العشيه، النهار كامل بنادم كينوض، وهذوك مجاهدين هذوك اللي كيمشيو للسوق الصباح، تحيه ليهم مجاهدين، كينوضوا مع الصباح كيترجلوا كيمشيو يجيبوا خبيز ديالهم، اللهم بارك. حنا كنهنئوهم وكيبريزونطيو الشباب وكيبريزونطيو الحياه المغاربيه، كنهنئوهم. والدين الاسلام ديالنا عنده ضوابط ديالو، عنده واحد الاحترامات ديالو، عنده واحد الضوابط الشرعيه ديالو، واخا هما ما كاينينش، ولكن الحمد لله رب العالمين كتبقى الاخلاق ومكارم الاخلاق هي الاساس والساس ديال الحياه الانسانيه البشريه. لهذا كتوصل لديك الوقيته ديال الربعه سبحان الله العظيم، ملي كتوقف مثلا في السوق ولا هذيك كتبغي تضربها دور مع والديك تقدا شي حاجه ولا مع الزوجه ديالك ولا مع الابناء ديالك ولا مع الاهل ديالك، كتدخل كتصدم كتلقى راسك بحال داخل شي غابه، كله يلغي بالغاه الميكروات الغوات، كله يدير دوك البيفان، هذا كيقول 160 هذا كيقول 700 ريال كله، واش كيقول؟ عيب عيب. الناس كاين اللي مريض ومخشين وسط الديور، كاين اللي كيسمع هذيك الغوات، كاين اللي مسكين كيدير الدياليز كله مسكين، كاين اللي ما خاصوش يسمع الدبانه، وانت داير ميكرو وحاط بوق ورمضان وكتسمع 160 لاخر يقول 360 وبنادم ما كاينش، وكاين اللي ضارب البارح بيت ضارب مع الصباح من الصباح مفرقع، وكاين اللي كيصيفط لهم الدعوه من الله يسر من الديور الله يلقيها ليه الله يعطيه. كيفاش بغيتي تربح؟ واحد ناعس مريض ويدعي عليك، حنا كنهضروا على السيتياسيون ديال هذوك البيفان، هذوك البيفان راه عيب، راه رزاق الله. بريزونطي المكان ديالك، نقي الدنيا ديالك، حط الماكس المسائل ديالك، رزاق الله. انت موكل على الله رب العالمين، نطي مع الصباح جبتي المسائل ديالك، وفرتي للناس انهم بغا ينوضوا من ديورهم، انت مشيتي ضربتي تماره وجبتي واحد السلعه، وواحد غادي ينوض من دارهم غادي يمشي يتقدى هذوك المسائل، راك درتي خير كثير، راك خير كثير واجر كبير. هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى اللي كتسمع شي الفاظ وبنادم صايم وكتسمع شي الفاظ ما كاينينش، راه كنا كنغلطوا، راه جينا نطلعوا على الحياه ديالنا والاحوال ديالنا مني انا وجبد، راه ما راه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، راه حتى واحد ما غادي يعجبو راسو، راه تفيلمي راسك وتشوف راسك في العشيه كيدير، راه ما غاديش يعجبك راسك. تخيل انت صايم نهار كامل وانت صايم، وتجي في الاخر كلام والسبان والمعيور، كاين اللي كيقذف وكاين اللي كيسب الرب، كاين اللي كيقول شي كلام ما كاينش، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اخويا تخاصمتي مع شي واحد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو بين، انا نقول لكم على التفسير ديالو والبيان ديالو، اش غادي تقول؟ اللهم اني صائم، اني امرئ صائم، الا جيت انا غادي نسبك قول يا خويا اللهم اني صائم، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان راه كينزغ بين العباد، راه حنا راه باينين مسلمين. هذه من ناحيه بلا ما نهضروا بزاف، الانسان يحاول ما امكن يربط الفم ديالو وقل خيرا او اصمت. راه كاينين والدينا، كاينين خواتاتنا، كاينين طربيه، كاين جيل جاي صغير خرصاعي طالع كيتصنت كيمشي مع والديه، كيشوف حتى كيفاش كتعامل قدام بلان بليبيك قدام البشريه، كيفاش كتخسر الهضره وكيفاش كتقول ديك الكجام. يعني انت كتبين على الثقافه اللي عشتي فيها وسط والديك، سي نورمال، هذه عاديه، كاين البيئه اللي عشتي فيها راه حتى كتبينها كتمثلها برا عادي، حنا ما غادي. ولكن الانسان يحاول انه يصلح الحال ديالو والاحوال ديالو بالامتثال للرسول صلى الله عليه وسلم. احنا ما غاديش نقلبوا على شي واحد غيجي من القمار ولا من زحال غادي يورينا شنو غنديروا. كيقول في الحديث انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق،
يعني حنا راه ما غايجيش شي واحد غادي يبدا يفكر لنا ولا افلاطون ولا هادو ولا غادي يبكي، راه باين تبع الرسول صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم سيدي انت خدام وكتبيع وخادي وصوت وشيات وكذا وكتذكر الله سبحانه وتعالى، تقدر يجي عندك كليان تذكره بالله سبحانه وتعالى اشريف بشحال خيزو 60 ريال قولي سبحان الله وبحمده، قول له سبحان الله العظيم، أتا غادي وزوين وكلام وذكر الناس وسمتك الزوين ولا لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كيقول في حديث اخر هذا راه رمضان راه البرومو راه الاوفر راه شهر واحد اللي كاين في العام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر خير لي ممن طالت علي الشمس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اربعه الكلمات زوينين الحلوين، انا خدام وكنبيع في التجاره ديالي في المحل ديالي الوليده كتصوبي كتشقاي اختي كطرفي كلشي ذكري الله سبحانه وتعالى، راه برومو عندنا شهر واحد في العام ما نضيعوش، راه كاينين والدينا في القبور كيتسناو عاد عيوا كيتسناو، نوين نوين نيه انك تقرأ القران كل حرف عشرة الحسنات ويضاعف الله لمن يشاء والضعف لسبع 700. اخويا شي حاجه باينه اللي مفهومه راه معلومه، حنا راه ما كنقولوش شي حاجه جايه من البرزخ، راه كلنا خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون، هذا هو اللي كاين. الله يرحم لكم الوالدين. شوف الخوت كاينه واحد الصوره جميله صوره طيبه الا قريتيها بحال قريتي التولود ديال القران في الاجر ديالها، صوره الاخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، الا قريتيها ثلاثه المرات بحال قريتي القران كامل. دابا امك ما قارياش باك ما قاريش، حنا عرفناك انت قاري، راه كاينين والدينا ما قاريينش، راه كاين اللي رايحتي مع امك قلتي لها دير لي التحيات والله ما عارفه دير التحيات، فهمتي؟ ريح مع والديك قول لها امي انتي قراي واحد الصوره قراي سوره الاخلاص قراها ما قارياش قريها انت، نعلموا بعضياتنا، راه الدين راه النصيحه، ما بغينا والو غير هذوك الناس اللي في السوق والناس اللي كيوقع عليهم هذاك الشوك ديال الترمدينا واللي كيبغي يبين راسه بانه راه هو مقطوع ولا راه ان زعما هو راه صايم، راه حاول تراجع الاوراق ديالك. شكرا. فهمتي؟ وكنقول لكم مبروك عواشركم والسلام عليكم والله يرحم الوالدين. كان معكم اسامه راه اسامه.